بما اننا عند النيل هسالك شويه اسئله عنه. يلا بينا. تفتكر لقب لمصر مرتبط بالنيل ايه هو؟ هبه النيل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره دي؟ طيب اكلت دوره وحمص الشام مع حبيبتك على كورنيش النيل قبل كده؟ عشت التجربه دي؟ لا لسه لسه لازم اعمل كده. حمص الشام له اسم تاني دارج بين الناس في الشارع، تفتكر ايه هو؟ تفتكر ايه هو؟ فكر كده. حلبسه صح؟ حلبسه؟ حلبسه. جامد جامد، قلتها غلط بس جامد. طيب بتحب ورق العنب في لعبه نيوتن؟ انت بقى بره لعبه نيوتن، ايه الاكلات المفضله ليك في مصر؟ بحب ورق عنب في الشور اكيد. قلت كده كتير بس بحب الكشري قوي. بقيت باكل شاورما قوي، لا كتير قوي شاورما. ما اكلتش ملوخيه قبل كده؟ ملوخيه اكيد اكلت ملوخيه. ايوه ده أكيد. اهم حاجه اكيد، بس مش فاكرها دلوقتي. طيب. طيب لو هتكتب رساله للعالم على شراع مركب في النيل هتكون ايه؟ اكتب ايه؟ اكتب live your best life، عيش حياتك. صح، حلو قوي. اوكي، ايه احلى حاجه موجوده في مصر مستحيل تلاقي زيها في اي مكان تاني غير الاوبفيوس؟ يعني الاهرامات. وغير كده انا قلت كده قبل كده بس حابب الناس قوي هنا، فاهمه؟ الناس هنا غير الناس يعني عندنا في العالم كله. لو هتنصح حد بقى من صحابك ان هو يجي يعيش التجربه دي بقى هتقول له ايه هنا في مصر؟ مش هتشوف حاجات هنا اللي انت مستحيل تشوفها في اي مكان تاني، يعني بجد. قولي لي بس، هتلاقي يعني لما بتنط بتشوف الاهرامات، بتشوف النيل، بتشوف حاجات كتيره جدا مستحيل تشوفها في اي مكان تاني غير مصر.